لقطه علي المركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال بمدارس الداخلة سوف يصبح منارة بحثية وأكاديمية على الصعيد الدولي. سوف يؤهل المركز تواجده بمدارس الداخلة كي تصبح لديه فروع في دول أمريكا اللاتينية، في إفريقيا، في جنوب شرق آسيا وأوروبا. كذلك سوف يصبح المركز أداة للترافع الدولي والاشتغال مع المنظمات الأممية وبكل فروعها والمنظمات الدولية النشطة في الموضوع. سوف يصبح كذلك كما قلت المركز أداة للترافع الدولي لفضح انتهاكات استغلال الأطفال في مناطق النزاع في العالم. شكرا جزيلا لكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.